بكيت لرسم الدار من عرفاتي، فأجريت دمع العين بالعبرات. كثير نسمعها لكن من تسمعها أول مرة كأنك أول مرة تسمعها. وبان عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار قد عفت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، وسبطي رسول الله وابني وصيه، نجي رسول الله في الخلوات. يعني علي، يعني أمير المؤمنين، ديار لعبد الله والفضل صنوه، وللسيد الداعي إلى الصلوات. لكن ديار رسول الله أصبحنا بلقعا، بلاقع خالية من أهلها. ديار رسول الله أصبحنا بلقعا، وآل زياد الدنيا هينة عند الله، من هوان الدنيا على الله. وآل زياد تسكن الحجرات، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. وآل رسول الله تسبى نساؤهم، وآل زياد ربة الخفرات. أفاطم قومي، وإذا الضجة تعلو من خلف الستار بيت الإمام الرضا، من العلويات، من الهاشميات، من الفاطميات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ. هذا الحسين بن علي، هذا أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى. مصيبته لا تقل شأنا عن مصيبة الحسين، وإن كانت مصيبة الحسين عظيمة. أهل البيت يقولون الأئمة، بعد مصيبة كربلاء ما جرت مصيبة كمصيبة أبي عبد الله الحسين ابن علي شهيد فخ، ما جرت أبدا. وهم سبى ونساء، وعند أخت اسمها زينب وسبيت أيضا، المشابه هنا. وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى ببغداد وقبر ببغداد لنفس زكية. صاحبها اليوم، صاحبها الشارع، صاحبها العظمة.
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. وإذا دع بالقبل ما يسترسل في قصيدته عرض عليه الإمام الرضا وقال وقبر بطوس يا لها من مصيبة. قال يا قبر لا نعلم لكم قبرا في طوس ولا في خراسان ولا في سناء آباد لا في القرية الصغيرة اللي فيها قبر الإمام الآن ولا في طوس المدينة الأكبر ولا في إقليم خراسان. قال لا تمضي الأيام والليالي إلا وأنا مقتول في دار غربة أضج بنات الإمام وإماما وسيدا وقبر بطوس يا لها من مصيبة لحت على الأحشاء بالزفرات. ثم يترك كل هالمصائب اللي مرت ويقول وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بجنب النغر من أرض كربلاء. هاي المصيبة اللي ما خلت المصائب اللي راحت واللي جت بعد شيء وفضل. هاي قبور بجنب النغر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات. والله عجب بينه وبين الفرات أمتار أمتار مو فراسخ ولا نصف فرسخ أمتار قليلة. توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولا. تبكي أو ما تبكي هذا في محضر إمامك الرضا وقررها القصيدة قررها الإمام أجراها. أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا فعرج مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا وقل أفاطم عندك بعد المعنى أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي قضى ظامئا ما ذاق للماء برده بحر أجير انتصر الشمس خده فلله يوما لو تقيمين عنده إذا للطمت الخيات فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. الله يا زغرة كم جنازة من بنينك. هذا ملا عطية رحمة الله عليه. الله يا زغرة كم جنازة من بنينك. يلا تبقى بلا موارا وشفتي غيب عينك والسبب كل من الذي سقط جنينك. اقرأ وياي المؤمن ورث عليك الحزن والحسرات والنوح واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد على حماميل فوق الجسر ذبه فاطمة وما غريب الغاضر يا بخيل ناسه وكم جسد يم حسين برض الطف مطروح.
الله يا زغرة شحلت بقلبك مصايب، شخلت فجايع، شسوت فجايع، هالدغر بشبو الغالب. واما المصيبة اللي تخلي الراس شايب، سبي الحرم والروس فوق رماحة تلوح. جواب فاطمة شنو؟ قال ملا علي بن فايز انا افازعك يا ملا عطية، انا عندي جواب معروف، وحتى انت يا الناعي، انت يا الخطيب، انت يا الراثي، انت اللي تبكي الناس، تخلي الناس ايضا يجابون وياك. حنة نادت والدمع بالخد بادي، لو تسألوني يا خلق كلهم أولى، بارك الله فيك، لكن مصاب حسيا ساطي في فادي، وأعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين، دغري رماني بالرزايا بكل غالي، فرق أولادي عن يميني وعن الشمال، وما أشوف ساعة فارغ من النوح بالي عليكم، واعظم علي لين عين، بعد بعد، واعظم علي لين عين، انا ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيم، وابكي على ابوهم قتيل الابن ملجم، وان كان بالله تسائلوني يا هو اعظم، اعظم مصايبنا علينا مصيبة، ابكي على اولادي ذبايح شغر عاشور، وانا نصبت الغم عزفي وسط القبور، ونسيت ضلعي اللي بصير الباب مكسور، وياي واعظم علي لين ناعي على حسين واحزني، ولكن الأمر والمرجع لله.